كل شيء تمام. انا عازمتكم يوم السبت بشيراتون. شهدت نقابة الفنانين حضور كل من بهاء اليوسف، ريم السواس، وسارة زكريا لتوقيع تعهد بالنص على عدم التلفظ بألفاظ نابية أو طائفية خلال حفلاتهم القادمة على الأراضي السورية، مع عدم دعوة النقابة لبعض الصحفيين. كاميرا كيوميدا التقت فيهم أثناء خروجهم من النقابة. كل شيء تمام. صار التوقيع على تعهد شيء هلا هو بالنهاية شيء منيح أننا نحن يعني سواء أنا واللي كانوا جوا بعدم الألفاظ اللي انتشرت على السوشيال ميديا، الكلام الطائفي، هالأمور هي. بس أنا برأيي شغلة حلوة يعني، والنقابة كانت معنا ما كان ضدنا، وأستاذ محسن نقيب فنانين كان معنا يعني أستاذ هادي، وأنا برأيي يعني هادي تعتبر صلحة لأنه السوشيال ميديا شوي زودها يعني بصراحة يعني، وإن شاء الله الأمور جاية على خير يعني. طبعا أنا إلي الشرف جيت على النقابة وما عندي أي مشكلة، وأنا جاهزة لكل شيء، واليوم اجيت من لبنان لهون عشان بس أعمل تصريح. أنت فينك تجي على حفلاتي، أنا عازمتكم يوم السبت بشيراتون إن شاء الله، يوم الخميس عندي حفلة، بتحبوا تشرفوني 100 أهلا وسهلا. أنا بغني 3 ساعات على المسرح أوكي، بس عندي هاي الكلمة أكبر غلطة بحياتي، بس هي يعني كلمة عادية ما بحس أنه يعني فيها شيء أبداً.